السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو هذا راح اشرح لكم واوضح لكم الطريقه الكامله والاسرع لحل لغز خريطه الماور دار توتن. وقبل ما ابدا اعطيني 3 ثواني واضرب زر الاشتراك ولايك للفيديو، فهذا راح يجعل موقع اليوتيوب ينشر الفيديو اكثر، الشيء اللي راح يخليني استمر في تقديم المحتوى ويخلي القناه تكبر وتتطور. فلا تنسونا من دعمكم ومشكورين كثيرا. اول شيء مع دخولك للخريطه راح تلاحظ علامه عجب راح تتبعها اللي راح تقودك الى هدفك الاول، وهو تشغيل الكهرباء وآلة التطوير باكا بانش. والطريقة شرحتها بالتفصيل في الفيديو السابق، هتلاقيه الفيديو فوق او اسفل في الديسكريبشن. وهي شيء بسيط، راح تقوم بقتل 2 تامباست ليعطيوك قطعتين فيوز تركبهم وترفع القاطع الكهربائي وراح تشتغل الكهرباء. بعدها راح تصعد فوق وتلاقي الباكا بانش. وهنا انتهينا من الخطوة الاولى. الخطوة التالية هي بناء وتشغيل كلاوس، وأيضا طريقة شرحتها في فيديو سابق وبالتفصيل، لكن هنا راح أشرح لكم باختصار الشيء اللي تحتاجوه فقط لحل اللغز. راح تحتاجوا 3 قطع. أولى القطع تلاقيها في أكوام الخردة المتواجدة في المنطقتين على يمين ويسار الباكا بانش. راح تبحث هناك حتى تلاقي قطعة دش راح تحتاجها في تطوير كلاوس، راح أشرحها لاحقا. للحصول على القطعة الثانية لازم تغير نوع ذخيرتك في الباكا بانش الى البراين روت. بعدها تروح للفندق للغرفة 305، تطلق النار على الزومبي حتى يتحول واحد فيهم، وبعدها مباشرة راح يروح تلقائيا يكسر هذا الباب. لما تدخل تلاقي يدين كلاوس وتأخذهم. بعدها القطعة الأخيرة لازم توصل للجولة 10، راح يظهر كرانسي سولدا، لما تقتله راح تسقط منه البطارية. راح تنزل الى السيف هاوس، راح تركب كل من اليدين والبطارية في كلاوس وراح يشتغل. الان مع المرحلة المهمة واللي راح تبدأ العمل عليها من البداية، وهي ايجاد السلاح CRBR. قبل ما توصل للجولة 10 انصحكم بانهاء تحديات ترين ماشين حتى تصبح المكافأة ليجندري اللي ممكن تلاقيه فيها السلاح. الطريقة المضمونة من خلال فتح خزنة، وهنا يأتي دور كلاوس. بعد ما تشغل كلاوس راح تاخده مباشرة هنا الى هذه الخزانة، راح يقوم بضربها تفتح تلاقي داخلها مصباح اشعة فوق بنفسجية اللي راح يكشف على ارقام مخفية. هذه الارقام متواجدة في 3 اماكن ولازم تبحث داخلها حتى تلاقيها. اولى الاماكن هي الفاكتوري وتلاقي فيها الجزء الاول، المكان الثاني في ممر الخدمات، الجزء الاخير في الجروسري ستور. بعد ما تجمع الاجزاء الثلاثة تروح للغرفة 305 وين لقينا يدين كلاوس، تروح للخزنة وتدخل الجزء الاول في اليسار، الجزء الثاني في النصف، الجزء الاخير على اليمين. راح تفتح الخزنة وتلاقي فيها السلاح CRBR. بالنسبة لأماكن تواجد أجزاء الكود في داخل الغرف الثلاثة فلا داعي أن تتعب نفسك، فقد وضحتها بالتفصيل في فيديو سابق، بالتأكيد الرابط أسفل الديسكريبشن أو تلاقيه في العلامة اللي فوق. وفي نفس الفيديو أيضا راح تلاقيه 3 طرق أخرى اللي ممكن أن تلاقيه بها السلاح، وقد شرحتها أيضا في نفس الفيديو. فإذا كنت تلعب مع أصدقائك بالتأكيد راح تحتاج لأكثر من سلاح، وأنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو. بعد ما تحصلنا على السلاح لازم علينا نطور كلاوس. راح نروح لغرفة الفاكتوري ونضع الدش في هذه الآلة، ولازم تخلي كلاوس يقتل عدد معين من الزومبي حتى تصبح الشاشة اللي فوق الآلة خضراء. وللتنويه إذا لم تدخل الدش في الآلة لن يتغير لون الشاشة، فلا تنسى أنك تضع الدش أولا. بالنسبة للكيلز فحاول أنك في كل مرة تنادي على كلاوس خليه يأخذ بعض الكيلز. بعد ما يصير اللون اخضر اعطي الامر لكلاوس للوقوف امام الاله وراح يدخل في وسطها، وهنا راح تبدا عمليه التطوير اللي لازم عليك حمايه كلاوس من الزومبي خلال دقيقه كامله، والا راح تضطر للاعاده من جديد. هذه الخطوه استباقيه لانه راح نحتاجها لاحقا، فانصحكم بالقيام بها في اولى الجولات، فكلما تقدمت في الجولات راح يكون الامر صعب. بعد التطوير روح للخطوة التالية وهي الكشف عن المختبر السري. راح تنادي على كلاوس وتأمره يروح أمام هذا الحائط، راح يحطمه وتلاقي وراءه باب حديدي. راح تحتاج إلى سلاح CRBR في طور البلازر، راح تقتل زومبي حتى يسقط من أحدهم البلازر مود كيت. راح تاخده وتطلق على الباب الحديدي حتى يذوب، وبعدها تدخل إلى المختبر السري. راح تلاحظ انه هاد الجهازين محميين بغلاف. بعد لحظات تنتقل الى الجولة التالية مباشرة، وهذه الجولة تشبه الجولات اللي يكون فيها المناخ كله احمر ويخرج فيه تورمنتر. بعد ما تخلص تقتلهم راح يختفي الغلاف وتخرج من هذا الجهاز 3 اوعية او كانستر.
راح تاخذها ثم تروح للجهاز الثاني تطلق النار عليه بالواندر ويبن وراح يخرج لك منه اند ستيشن لور. راح تحتاج الكثير منها واقصى عدد تقدر تحمله هو 2، فراح تاخذها وتبحث على آلة الهارفستر وتطع الكانستر اولا، ثم بعدها ترمي الاند ستيشن لور وراح يخرج لك منها 3 تمبست. لما تقتلهم راح يدخلوا في الوعاء، واحيانا تحتاج تقتل اكثر 5 تمبست، فراح تضطر انك ترمي الاند ستيشن مرة اخرى. وللتأكد من اتمام العملية راح تلاحظ ان لون الوعاء تغير الى بنفسجي. بعدها راح تحمل الوعاء وراح تلاحظ انه حركتك راح تصير بطيئة. تاخذوا الى المكان الاول اللي جبته منه في المختبر السري وتضعه هناك، وراح تعيد نفس الشيء مرتين. راح تبحث عن الحصادة الثانية، تضع الوعاء ثم ترمي الانت ستيشن، تقتل تيمبست وتأخذ الوعاء الى المختبر. نفس الشيء، تبحث عن الحصادة الاخيرة وتعيد نفس الخطوات. اماكن تواجد الحصادة او الهارفستر 7، وراح تتغير في كل مباراة، وراح اوضح لكم جميع اماكن تواجدها. راح تلاقي واحدة هنا في تحت الارض في المجاري، واحدة اخرى تلاقيها هنا في شارع برلين الغربي، راح تلاقي واحدة بالقرب من الكترونيك ستور في شارع برلين الشرقي، الرابعة تلاقيها في الالي بالقرب من صندوق نفايات هذا، الخامسة في سطح بناية الكوربر هنا في هذا الحائط، راح تلاقي واحدة هنا في الديسترويد بانت هاوس، واخر واحدة تلاقيها في الجوست ستيشن. بعد ما تكمل وتوصل اخر واحدة راح يقول لك كرفشانكو انه لازمك تلاقي النوك، وهنا راح يأتي دور تطوير كلاوس. راح تأمر كلاوس انه يوقف هنا بالتحديد في الجهة المقابلة لآلة الميولكيك، وتروح لغرفة التحكم وتغير مسار القطار بالسويتش المتواجد هناك. بعد ثواني راح يجي قطار وراح يوقف كلاوس، واذا لم تطور كلاوس لن يستطيع ايقاف القطار. كلاوس راح يوقف القطار لمدة قصيرة، فلازم تكون سريع. راح تدخل داخله وروح في الوسط مباشرة تلاقي النوك، وعلى احد المقاعد اكسس كارد، لازم تأخذهم في 2. الخطوة التالية هي بناء الهاكن هالمت لكلاوس، ولازمك 3 اجزاء. اول جزء في سطح اول بناية بدينا اللعب فيها، راح تطلق النار على هذا البرج بالواندر ويبن وتسقط منه القطعة الاولى. الثانية تلاقيها في الالكترونيك ستور، هناك 3 اجهزة راديو تطلق النار عليها، واحد فيهم راح يعطيك ترانزستور. الجزء الاخير تلاقيه في الجوست ستيشن، هنا بالتحديد راح تطلق النار وتسقط لك القطعة الاخيرة، وبالتأكيد لازم باستعمال الواندر ويبن. بعد ما تجمع القطع الثلاثة تروح للسيف هاوس عند كلاوس وتقوم ببناء خودة الاختراق. بعد ما تكمل تروح للجهاز المتواجد فوق هذه الطاولة وتبقى تضغط حتى يجيك شكل ساتلايت احمر ثم اخضر. هنا لازم تكون مستعد لانه راح يتم اطلاق او ارسال عدد من الاليت زومبي، فقبل ما تفوت من اللون الاحمر الى اللون الاخضر لازم تكون مستعد جيدا، لانه المرحلة الجاية راح تكون بالوقت. بعد ما تقتل الزومبي راح يسقط منهم 2 قطع يورانيوم، بالتحديد راح تسقط قطعة من كل نصف من الميجاتون. تأخذ الأولى إلى أحد الورك بنش وتقوم بكرافتين، وهنا يجب الانتباه أنه كل ثانية تحمل فيها القطعة راح ينقص لك من دمك، ولرميها فقط اضغط على السي في البي سي أو زر الكراوتش في أجهزة الكونسول. بعد الكرافتين راح تأخذها إلى سطح بناية الكوبر وترسلها في الزيبلاين متواجد هناك. تروح للقطعة الثانية تقوم بنفس الشيء، لكن هذه المرة تروح للجهة المقابلة لكلمة الكوبر وترسل الجزء الثاني في الزيبلاين، وراح يتلاقوا في النصف ويصيروا جزء واحد. تروح لشارع برلين الشرقي تحت تلاقي القطعة، تأخذها وتديها إلى المختبر السري وتضعها مع الأوعية الثلاثة. راح يقول لك انه هذا غير كافي ولازم حجر اخر، فراح تعيد نفس الشيء، تروح لاحد الكمبيوترات الصغيرة تضغط عليها ترسل لك مجموعة من الزومبي، تقتلهم تسقط منهم قطعتين، تعمل لهم كرافتين ترسلهم في الزيبلاين، وراح يصيروا قطعة واحدة. الان قبل ما تضع القطعة الثانية مع الاوعية الثلاث لازم تكون مستعد، لانه بعدها راح يبدأ الفايت بوس، والافضل انه يكون عندك سنتوري جان، بالتأكيد فول ارمور وباكس، والشيء المهم الوندر ويبن لازم تكون مطورة في الباكا بانش على الاقل للمستوى 2، لكن راح تكون الامور صعبة، فالافضل تطور السلاح للليفل 3. بعد ما تكمل استعداداتك تضع الحجر الثاني، وبعد الحوار القصير مع فالنتينا راح يبدأ الفايت بوس. وطريقة قتال فالنتينا، اول شيء لازمك تكسر الشيد الازرق لها، وراح تشوف مستواه تحت الهيث بار، بعدها راح تقدر تدمجها. فالنتينا راح تهاجم باطلاق عدد كبير من الطلقات اللي تشبه كريستال او ما شابه، وراح تقدر تتفاداها فقط بالجري وعدم التوقف.
الهجوم الثاني وهو استدعاء عدد كبير من الزومبي، فلازم تنتبه وكل مرة حاول تنقص أكبر عدد منهم. الهجوم الثالث هو إطلاق مقدار من الطاقة، إذا شفت الشاشة فيها بعض الخطوط بهذا الشكل لازم عليك تأخذ كوفر وإلا راح تموت مباشرة. الشيء الأخير أنه فالنتاينا تخرج بعض الزومبي اللي تستعملهم في رفع مستوى الهيلث، فلازم عليك تقتلهم بسرعة، وأيضا إذا شفت أنه حولها غشاء برتقالي أو أحمر فلن تستطيع تدميجها. بعد ما تنقص لها تقريبا ربع دمها راح تنتقل إلى شارع برلين الغربي فوق الدبابة، وهنا راح يكون عندك وقت قصير للشراء والاستعداد مرة أخرى. بعد مدة قصيرة راح تقوم بتليبورت لجميع اللاعبين إليها. نفس الشيء راح يحدث، راح تنتقل هذه المرة إلى شارع برلين الشرقي، صراحة أصعب مكان بالنسبة لي كان هناك. ثم راح تنتقل إلى السطح في ديسترويتد بانت هاوس، لما يبقى لها آخر ربع من دمها راح تنتقل إلى آخر مكان، راح ترجعوا للمختبر السري، وبعد ما تخلصوا كل دمها راح تسقط وتروح إليها تضغط F وحتبدأ الجزء الأول من كاتسين النهاية. الجزء الثاني حتحميه فيه كلاوس حتى يدخل بوابة الدارك إيثر، لاح يأخذ فالنتينا وقنبلة النوك داخله لتفجيرها هناك. وإلى هنا تكون انهيتوا الأسر إيج الخاص بخريطة الماور دار توتين، وفي الأخير راح يجيكم الكاتسين الأخير. إن شاء الله وضحت لكم كل شيء والشرح كان بسيط وواضح. إذا عجبك الفيديو اضرب زر لايك، ولا تنسى الاشتراك للفيديوهات الأخرى القادمة. أي سؤال خليه لي في التعليقات وراح أجاوبكم عليه. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا للمشاهدة، take care and peace.